في أول رد فعل للمنتدى الوطني للدفاع عن الديمقراطية والوحدة على المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، نظم المنتدى مؤتمرا صحفيا بالمقر المركزي لحزب تواصل. منتدى المعارضة شكك في قانونية اللجوء إلى المادة 38 كمستند لتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي أسقطها مجلس الشيوخ، ووصف المنتدى مساعي النظام هذه بالانقلاب الجديد على الدستور، موضحا أنها استمرار للأجندة الأحادية وفق تعبيره. إن محاولة امتطاء المادة 38 من الدستور المقيدة نصا وروحا بالباب 11 ومواده المفصلة الصريحة 99 و100 و101 المحددة للطرق والإجراءات الحصرية المتعلقة بتعديل الدستور يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الذي يحدد سير وصلاحيات مؤسسات الجمهورية. المنتدى قال في بيانه بالمناسبة إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس محمد بن عبد العزيز مساء الأربعاء الماضي كان بمثابة إعلان عن انقلاب جديد سيدخل البلاد متاهات لا يمكن التنبؤ بعواقبها، وما حذر منه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة غداة إسقاط التعديلات المرفوضة من طرف مجلس الشيوخ، داعيا إلى تغليب الحكمة واحترام الشرعية. عاد فاتح راسه أنه يقد كل شيء يقد يوجهه والله يعرضه على استفتاء شعبي، وهذا بالنسبة لنا انقلاب عسكري جديد، ثالث انقلاب عسكري مع الدلول عبد العزيز، واللي يدل عليكم اللي انه قال عن اللي قاعد اللي قال المجلس الدستوري انه ما هم شاوروا، وهذا ما يعني هذا. وكان الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز قد أعلن في المؤتمر الصحفي الأخير أنه سيفعل المادة 38 من الدستور الموريتاني لعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي مباشر.